عاجل يديك مين؟ كسر له راسه يا عامر. القم. هذا الرابع الهطل. بالله عامر قم ثاني قم ثاني. لا احنا متفقين جولة واحدة بس. ما هو بتيك توك ذا. اي صح صح. يا اخي ما ادري ايش فينا انا مركز بثوث. طب اسمع اعطني 100 ريال بروح اجيب لكم عشاء. سلامات ليش 100 ريال؟ بجيب لك اربع شاورما ب 20 ريال وانتهينا. لا يا شيخ وش نظام القعاطة ذي؟ عطني 100 بجيب لكم مقلوبة على كيف كيفك كايفة. اوف مقلوبة من زمان ما اكلت مقلوبة. اعطيه الفلوس بسرعة بسرعة خليني اجيب العشاء. طلع فلوسك يا مهزوم. اخلص. ابي حبتين مقلوبة. كروم كروم تنادي انت 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 لا 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 انت تعال انا تعال. شكله الاكل عجبك حقنا. اي والله اكلكم كايف. انا اسمي عامر يا خاله. خلط عظمك ان شاء الله. انا اسمي دنيا. امرني امرني حبيبي ايش تبغى؟ ابي حبتين مقلوبه بس. عيوني لك. سلامات هذا طلبي يا واد. يا واد هذا الطلب طلبه بالتلفون بس خلاص. عندك سناب؟ ايه عندي. ليش تبيني اسوي لك اعلان؟ ترى ما عندي متابعين. لا ما نبغى اعلان ولا شيء بس عشان يصير في تواصل بيننا واي طلب على طول عبي لك اللي تبغاه. طلبي وينه واخلص علينا يا اخي. الله يرجك رجيتني. انت كم دفعت؟ 80. يا اخي خذ هذه 100 ريال وانقلع. لا اشوف خلقتك ولا عاد اجي هنا. روح الله يرجك. هذه ايده. عندك سناب؟ والله شكرا يا عامر. مقلوبة زي اللهب. لو نيدانك بتجيب زي ذا المقلوبة خليتك تهزمني من زمان. بس ايش اسم المطعم هذا؟ اسمه هم هم يا حلو. انا عارف اني انا حلو بس ايش اسم المطعم؟ درج انت. اسم المطعم هم هم يا حلو. معصوب وشكشوكة والفول داك المبخر والمطبق واللقيمات. تعال يا حبيبي والفطور على حسابي. خلاص بكرة بجي وبجيب العيال معي كلنا نفطر عندس. ايش شكله هذا؟ هذا مجنون ولا أهبل؟ كيف أفهمه؟ غبي. أسمع لا أبغى خويانك ولا أبغى أخوانك ولا أحد ما يجي معاك. أبغاك بطولك وإذا ما جيت مالك فطور عندي. فاهم ولا لا؟ طيب خلاص خلاص أبجي لحالي. بس أهم شيء أبجرب الفول المبخر ذا والمعصوب. ولا تنسين الشكشوكة. ترى أنا أحب الشكشوكة بس بدون طماط علشان الحرقان. يا أهلا وسهلا. هلا والله وسهلا. يا ألف ومية مرحبا. يا مرحبا دوب ما نور المطعم. سكت الباب. ايوه انا قلت لها اسكت بس انت تعال تعال ابغاك اجلس. ام عاد الاكل ذا كله لي انا. وتستاهل اكثر لو قدرت اسوي لك. الحمد لله انك ما جبت احد معاك لانه في موضوع بيني وبينك ابغى اقول لك عليه. كرومي ترى طايره بالعجه من امس. كرومي كرومي كرومي. انا ماني بكرومي. انا عامر علي اوكي. واذا ما انت مصدقه الحين اوريك توكلنا. ها شوفي عامر علي ومطعم ثلاث تطعيمات. لا راح تفكيرك للغلط. أنا أقول لك أنا من 20 سنة وأنا عايشة وحدانية. من يوم ما توفى كرومي الله يرحمه زوجي عشت لعيالي وعشت الخير هذا اللي أنت شايفه. عندي سلسلة مطاعم في المملكة زي ما أنت شايفها. بأشتغل وأشقى. عمري ما فكرت إني أتأهل أو أتزوج أو يكون معايا إنسان. لكن من يوم ما شفتك تشبه تشبه كرومي. فيك شبه كبير منه. عشان كده أنا محتاجتك.
ما في مويه. يا ولد بالحلال بالحلال. اي بس انا طفران وفطوري وغداي وعشاي كله تحديات. يا ولد طفران بلا طفران، انت لما حتتجوزني حتملك قصر واعطيك افخم سياره، وحتى كمان اعطيك 5000 ريال في الشهر راتب، والففك العالم اللي ما كنت تحلم بيها. ها ايش قلت؟ والمقابل وشو؟ الزواج يا تنك، قصدي يا كرومي. يا عيال عرضت علي الزواج وانا الى الان ما مصدق الموضوع، ما دخل مخي. كم عمرها تقريبا؟ كبيره. كم؟ 40. 40 برا، يبغالي 400. يا عمي ما يهمك العمر، دامك تقول شبعانه وعندها سلسله مطاعم بتناغنغك، توكل على الله. وانا عمي تزوج مديره مدرسه وتسدد الفواتير واشترت له بيت، والحين بيتزوج الوكيله. يا ابن الحلال ترى الكبيره تكون انضج وافهم من الصغيره، بتختصر عليك امور كثيره في الحياه. خذها متع عمرك بدراهمها لين ربك يفرجها. اذا ما تبغى تتزوجها انا بتزوجها. كل تراب واحترم نفسك، مالك شغل محارمنا تفهم؟ ابشركم قررت اتزوج. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عامر هذا احلى خبر سمعته بحياتي. ناطرين بالعجه. من هي بنته؟ ها؟ ساقها القدر، اقصد من جماعه شكش، بس بنت عز وعندها خير. ما دامت بنت عز وعندها خير اكيد بيجلدوننا بالمهر. لا 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 يبا، هو بجلديننا بالمهر، انا مضبط الامور والبنت مره مرتاحت لي، وهي قالت لي بنفسها انا مشتري رجال. يا ابو عامر وش لك بالاسئله السلبيه؟ خلنا نفرح بالولد دام انه عزم يتزوج. شايفين نوف شكل بيت عز؟ وش ذي الطيحه اللي طاح عليها عامر؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عاد بس يما وراك ماسكه الورد كذا، حطي حطي. ما شاء الله وش ذا الزين؟ انت عروستنا دنيا؟ انا رحاب، العروسه شويه وبتنزل. حي الله من جانا. الله يحييك اكثر. هذا ولدنا عامر، والحمد لله محافظ على الصلاه، ومن حقكم تسال عنه. ما يحتاج نسال عنه، الوالده مقفله باب النقاش عن العم عامر نهائيا. العم عامر كتر الخطاب كتير على الباب، ما رضيش ابويا يا الف ومية مرحبا في بيتنا، ام عامر واخته يا مرحبا بو، يا هلا يا هلا يا مسهلا، تفضلوا بيتكم وحلكم. الله يحييك ويبقيك. الا وين دنيا؟ شكلها مستحيه تنزل. وي 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 ايش بنا؟ دوبنا كنا طيبين، ايش بكم؟ حبيبتي العروسه قدامك بشحمها ولحمها. وشو؟ انت دنيا؟ انا دنيا. شكلها عامر ملخبط بالاسم. جينا دحين الكلام اللي ما يعجب. ما يصير ما يصير، عامر قاصدني انا دنيته. سعيدهم يا ناس. يعني انت العروسه اللي جايين نخطبها لولدنا؟ تفاجأت وانكتمت انكتمت كتمت البول المدمس، وانا يا حبيبتي. وشو؟ أه؟ يعني الحين احنا جايين نخطبك انت الولدنا؟ انت اكبر من امي. مشينا وين هالخبل؟ مشينا مشينا يجيبك الصاج يا كروبو. الحين جاي يسحبنا على ملا وجيهنا عشان نخطبك ورا كبر امك. هاو وش اللي كبر امه؟ انا وحدة من بناتها. ترى انتم اللي دلتوني عليها. حنا؟ ايه انتم. وشلون؟ نسيتوا المقلوبة؟ مطعم همهم يا حلو، دنيا هي صاحبة المطعم. قلنا لك جيب المقلوبة مو باللي سوتها. وليدي مشفوح ابطيني واعرفه زين، اجيبها طبخه حطها براسه.
اروح افتح الباب اصرف لي. السلام عليكم. وعليكم. اوف 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 وش هذا كله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت فين الوالد والوالدة؟ موجودين. تفضلي تفضلي. يلا حيها يلا حيها يلا حيها صديق. جيب كله. ها كله جوا. تفضلي تفضلي. يا هلا ومسهلا. نور البيت. تفضلي تفضلي تفضلي. مساء الخير. أستاذة دنيا رسلتني ليكم وتقول لكم هذا عشاكم لأنكم روحتوا بدون ما تتعشون. قولي يا لحظة لحظة بس يا أبو عامر ساعدني لو سمحت. أسمع أنت بالذات يا أبو عامر لك حاجة خاصة. مفتاح سيارة جديدة لك من بنتك دنيا. وحتى لو أنكم جبتوا له سيارة جديدة ما. وهذا طقم ألماس لك يا أم عامر. ألماس كامل. الله يصلحها الله يوفقها الله يعطيها ويرزقها. يما بلاش حادة. وأنا أنت لك دنيا بكبرى. وأنا أنت لسال عشب كبرى. هاي أبو عامر وش رايك؟ حنقول اسمه يا عامر الزواج يسمعه نصيب وتزوج وخلى سكيتي لا من شاف ولا من دري.